بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، هذا المقطع أسجله للرد على كلام خرج به مبروك عطية يسيء فيه للمنتقبات، فقد خرج في برنامج وتكلم بكلام في قمة الإساءة لذات النقاب، والله سبحانه وتعالى يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. لكن ذلك العبد يقول أن المنتقبة ليس عندها أنوثة. فمن المساعدة بتاعته أن البنت تدخل بالكارنية تدي للمعيدة اللي هي واحدة ست زيها، وهي عشان السمنة بتخر، الجمال يعني ساحب قوي على الآخر، لو الدكتور شافه هينسى البقرة من آل عمران، مش عارف يحفظ، دجل. ده هي متنقبة، ده راجل. يعني ما فيهاش ريحة الأنوثة، بس هو الدين كده عندها. وقال كلاما سأعلق عليه بعد قليل. لكن العجيب في الأمر الذي يستغربه كل عاقل أن الرجل هذا مبروك عطية في لقائه هذا بالتحديد خرج مع امرأة متبرجة، هي تغطي وجهها لكن ليس بالنقاب بل بتلك الزينة التي هي التبرج، وبحاسرة عن رأسها خرجت، ويخرج معها في البرنامج. والذي يتابعه عندما يتابعون لقاء مبروك عطية سيرون تلك المتبرجة وهو خرج معها ولا بأس عنده. والإنسان يستغرب، يعني أنت دكتور في الشريعة تخرج بدلا من أن تستنكر ذلك الفعل وهو التبرج الذي تستنكره الأمة جمعاء، تجمع الأمة على ذمه، بل ونزل ذمه في القرآن، بدلا من استنكاره تستنكر النقاب وتذم المنتقبات. لكن الله سبحانه وتعالى قال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ينهى المرأة التي انتقبت طاعة لربها يذمها ويسخر منها. شوف أنا كلامي الآن لا أتكلم ببحث فقهي، هل النقاب واجب أم ليس بواجب، هل هو مستحب أم ليس بمستحب، ذلك له نقاشه. ولو أنه خرج وقال أنه يرى أن النقاب ليس بواجب لن يكون الأمر سيئا. قال برأي ابن حزم رحمه الله تعالى، رحمه الله ابن حزم بحد علمي أنه أعلم شخص من الذين قالوا بعدم وجوب النقاب، هو الأعلم بينهم. أما ما ينسب للأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة فهذا غلط، لأنهم أساسا لم يتكلموا عن نقاب المرأة، لم يتكلموا عن حكم لباس المرأة إلا في العبادات والمعاملات، لم يتكلموا عن لباسها في الحياة العامة، فما ينسب إليهم غلط. لكن إن قال بأنه يقول برأي ابن حزم هذا أمر نناقشه فقهيا، لكن أن يسخر من المنتقبات وأن يسيء إليهن فهذا ليس مقبولا من أحد، هذا ليس مقبولا من أحد. الإساءة إلى امرأة أطاعت الله سبحانه وتعالى، ماذا تنقم عليها؟ ماذا تنقم عليها؟ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ماذا تنقم على تلك التي غطت وجهها طاعة لله سبحانه وتعالى؟ تنقم عليها كما قلت في الفيديو أن هذا الأمر لا يدرس في الأزهر. وهل الأزهر دين خاص، شريعة خاصة، أم أنه مؤسسة تعلم دين الله؟ فإذا ناقشت تناقش في دين الله ولا تناقش أن الأزهر يقول أو لا يقول. وأظن أن بعض إخواني سيرد عليه في هذه الجزئية وسأضع الرابط إن فعل في الوصف، وهناك رد سيكون بإذن الله لأخينا تامر اللبان، لا أعرف أنه إذا كان سيضمن هذه الجزئية بالذات، يعني أقوال زاهرة في هذا الموضوع، وبإذن الله سأضع الرابط. لكن المشكلة
يجعل الأزهر وكأنه دين، وكأنه نعيذ بالله الأزهر وأهل الأزهر من هذا التشبيه، لكن جعله وكأنه كنيسة، كنيستنا لا تقبل بهذا الأمر واتركوا الكتاب المقدس كما يفعل بعض النصارى أو أغلب النصارى. الأزهر إن بقي فيه هذا الرجل وأمثاله كسعاد صالح وسعد الهلالي وكريمة هذا الآخر، فسيكون أفشل مؤسسة على الإطلاق إن لم يطهر. ومبروك يفتخر بأنه رئيس قسم في تلك المؤسسة، رئيس قسم في تلك المؤسسة وتتهم المتنقبات بكلام لا يقوله طفل عنده عقل، قال هيئتها كهيئة الرجل أو تشبه الرجل أو ليس عندها أنوثة. ما لك ولأنوثتها أنت؟ ما لك؟ أنت عجوز، ما لك ولأنوثتها؟ تتهمها في أنوثتها؟ تتهمها في أنوثتها وتسخر منها؟ ألا تستحي من نفسك؟ لو أن شخصا خرج، لو أن أخلاقي تسمح وخرجت وقلت أنك أنت الأنثى، بل حاشا النساء، لو قلت أنك خنثى، هل ستقبل مني هذا؟ هل سيكون هذا كلام شخص مؤدب أو يعرف دينه أو يعرف حق المسلم؟ مسلمات، مسلمات، كيف تقول عنهن هذا؟ المنتقبة هي العفيفة، هي الشريفة، هي الطائعة، هي القانتة، هي التقية، هي الطاهرة، هي المتشبهة بأمهات المؤمنين، هي بنت أمهات المؤمنين، بنت عائشة وبنت حفصة وبنت خديجة، هذه المنتقبة، لأنهن كن منتقبات على شريعة الله سبحانه وتعالى. هي التي اقتفت أثرهن، أنت لست ابنا لهن عندما تقول أن المنتقبة كالرجل، عندما تقول أن المنتقبة ليس عندها أنوثة، أنت تتهم أمك إن كنت تعتبر أمهات المؤمنين أمهاتك. فعيب يعني، والله شيء معيب جدا ومخجل. ثم يقول بكل جرأة، وهو يقول أنه لا أحد يتجرأ على هذا الكلام غيره. لو عندك دين سيب الأزهر ومشي وتنقب بره، لأن إحنا مش بتوع نقاب. أنا الوحيد يا فندم اللي أقدر أقول الكلمة دي، لأن أنا مؤمن بيها أوي. وأقول أنا له، أخرج أنت إن استطعت من ملك الله الذي أمر بالنقاب، الذي قال يدنين عليهن من جلابيبهن، أخرج من ملك الله إن استطعت، إذ أنك تسب من تقربت إليه بالنقاب، من تعبدت له بالنقاب، من خالفت هوى نفسها لتنتقب لأجله، وأنت تسبها وتسخر منها ولن تستطيع أن تخرج من ملكه. فبعد حياتك هذه التي أشرفت على نهايتها هناك حساب، والمنتقبة التي جرحت شعورها ستكون خصيمتك يوم القيامة إن لم يكن خصيمك كتاب الله. لكن لن نتكلم الآن عن المسألة الفقهية، لكن سأتلو عليك ما أمر الله رسوله أن يتلوه على الناس. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. يقول مبروك للمنتقبة، أنا بقولها لك أهو، بتقول لهم إيه؟ بقول لهم إيه بقى؟ بقول لهم هم قدامي في المدرج، أنا في قمة الحزن مش شايفكم لسبب واحد، إنكم موظفين في جامعة الأزهر ودرستوا في الأزهر وبتاكلوا المام من الأزهر وهدومكم اللي عليكم دي من الأزهر. الأزهر ما بقولش يتنقبوا، يعني ما فيهاش ريحه الانوثه، بس هو الدين كده عندها اللي هي خديته بره الازهر. نعم. طب بتاكل عيش عندنا ليه؟ وانت ربك نسيت انه هو الرزاق، وهو الذي قال امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. رب العالمين يرزقك
لسان الناطق لتسخر به من إمائه، لتسخر به من العفيفات، إن هذا لشيء عجيب. ولا يتوقع أن يصدر من إنسان لا أقول يعرف دينه، بل أقول يحترم نفسه. وإن نسلم أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى في أمثال هؤلاء الذين تسلقوا المنابر والمناصب ليضلوا الناس بغير علم، ليضلوا الناس عن سبيل الله، ليسخروا ممن أطاع الله، ليسخروا من عباد الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.